An electrocardiogram, or ECG, or the Dutch or German version of the word EKG, is a tool used to visualize the electricity that flows through the heart. Firstly, we'll discuss about anatomy of the heart. The القلب هو عدد اللي نبني بتاعه متوسط العضو العضلي اللي جوه في حجم قبضة اليد. Located in the center of the chest, between the lungs, بين الرئتين, المنطقة اللي يسموها الميدياستينوم أو الميدياستينوم. هاي المنطقة between the lungs, بين الرئتين يقع فيها القلب. Center of the chest, متجها بقاعدته قليلا إلى جهة اليسار. بس القاعدة القلب يقع center of the chest. قاعدة القلب تميل باتجاه اليسار قليلا. شكل القلب هو triangular in shape، يعني هرمي الشكل. هرمي الشكل. لكن الشكل الهرمي شكل القلب هو هرمي الشكل. لكن هذا الهرم مطلوب الشكل. يعني قاعدته للأسفل، القلب للأسفل وقاعدة للأعلى. عندنا منطقتين من قاعدة القلب ونحتاجهم للإي سي جي. المنطقة الأولى اللي نحتاجها هي أبيكس أوف ذا هارت، قمة الهارت. قمة الهارت اللي هي وين هذا القلب، هاي الرئتين. المنطقة اللي بين الرئتين تسمى ميدياستينا، وهذا القلب متجه بقاعدته إلى اليسار، وهذه المنطقة قمة الهرم. هذا الهرم بشكل مطلوب، هذا الهرم في قمة وبقاعدة. هاي القمة أبيكس أوف ذا هارت، هاي أبيكس أوف ذا هارت مهمة نحتاجها بالإي سي جي. خلوها ضابطة بالمحاضرة من القدم، أرجع عليها وأسأل عليها. Apex of the heart ليش مهمة؟ لأن أقوى منطقة عضلية بالقلب. خلايا القلب يا نوع خلايا؟ أسأل أنا أسألكم، خلايا القلب يا نوع خلايا؟ عصبية، عضلية، هيكلية، شنو؟ عضلية. عضلية، مشكلة. فخلايا القلب العضلية، أقوى خلية بالقلب عضلية بخطة هي الخلايا الموجودة بالأبيكس أوف ذا هارت. هاي أقوى منطقة بالقلب، لذلك تكون هي المسؤولة عن قوة ضخة الدم بالقلب. واضح؟ واضح؟ ما في صوت. واضح؟ الآن ننتقل إلى الدورة الدموية وعلاقتها بالقلب. الدم بعد ما يتجمع من كافة أنحاء الجسم ويجي إلى القلب، يجي خلال السوبيريال فينا كيفا، الوريد الأجوف العلوي، والإنفيريال فينا كيفا، الوريد الأجوف السفلي. لأن السوبيريال فينا كيفا والإنفيريال فينا كيفا يجمع الدم من أنحاء الجسم. هذا الإنفيريال فينا كيفا وذاك السبيل بين كيف الوريد الأجوف الأعلى والوريد الأجوف الأسفل. ظل يجمع الدم من كافة أنحاء الجسم يدخل في الرايت أتريا. طبعا القلب يحتوي على فور تشامبر اللي هم شنو؟ ها؟ تو أتريا وتو فنتركلز. رايت أتريا ورايت فنتركلز، وليفت أتريا وليفت فنتركلز. فلدي السوبيريال فينا كيفا والانفيريال فينا كيفا يدخن بالرايت اتريوم. رايت اتريوم، الرايت اتريوم يضخ للرايت فنتركل عبر الصمام التراكاستيك فالف، صمام ثلاثي. الرايت فنتركل يضخ الدم عبر الشرايين الرئويه الى الرئه. بالرئه ايش حيصير؟ شو يصير؟ غاز اكستنج، تبادل ضغطي. صار غاز اكستنج ورجع الدم من الرئه عبر الاوردة الرئوية يرجع للليفت اتريوم. والليفت اتريوم للليفت اتريوم يضخ الليفت فنتركل، حتى الليفت فنتركل والابيكس اوف ذا هارت بتضخه للجسم.
عبر الشريان الرئوي الشريان الأضغط الأيوف أعد الدورة الدموية مهمة جدا في الإي سي جي أساسا لازم نفهم الدورة الدموية سبيل الفينا كيفا وانفيل الفينا كيفا يدخل للرائد أتريا رائد أتريا رائد أتريا يدخل للرائد فنتركل رائد فنتركل يدخل للانكس لانكس في الليف أتريا ليف أتريا يدخل للليف فنتركل والليف فنتركل يدخل للأيوة واضح؟ إذا ما واضح أعيد واضح؟ زين الآن ننتقل وما زلنا بالفسيولوجي أو الذهاب بعد ما نحكي فسيولوجي مو إي سي جي أساسيات الإي سي جي تشريح خدنا فسيولوجي الآن ننتقل الجماعة اللي يحبون يكتبون ملاحظات خلي يكتبون بهذا الأسئلة هو ملاحظات خلايا القلب تتألف من نوعين من الخلايا autoreflex cell و contractor cell autoreflex cell و contractor cell الخلايا المسؤولة عن التقلص والانبساط هي contractor cell الخلايا المسؤولة عن نقل وتنظيم كهربائية القلب هي autoreflex cell 95% خلايا القلب contractor cells هاي ما موجود بالسلايد اللي يريد يكتب خلي يكتب 95% من خلايا القلب هي contractor cell 5% من خلايا القلب autoreflex cell زين هسه اسالكم الخلايا المسؤولة عن عمل القلب الاوتوريثميك والكونتراكتر لا اللي يعرف الفائدة يعني الكونتراكتر سيل خلايا مسؤولة عن التقلص والانبساط اوتوريثميك سيل خلايا مسؤولة عن نقل كهربائية في القلب زين من الخلايا المسؤولة عن تنظيم عمل القلب من الخلايا المسؤولة عن function of the heart الأوتوريثميك والكونتراكتر نعم دكتور أوتوريثميك نعم دكتور أوتوريثميك contractor autoreflex منهم زين autoreflex هو القلب شو وظيفته يضخ الدم يعني تقلص وانبساط تقلص وانبساط يضخ الدم بعد اكو احد عنده جواب عليكم السلام نعم لا autoreflex لو contractor contractor cell بعد علم contractor cell الخلايا المسؤولة عن relaxation and contraction autoreflex cell responsible for transfer of electrical activity of the heart يعني هسه من المسؤول كونتراكتر وتعرفني شوفوا عيني الكونتراكتر سيل صح هي الوظيفه الرئيسيه للقلب وهي خلايا القلب 95% منها كونتراكتر سيل وتقلص وانبساط وهي وظيفه القلب اصلا تقلص وانبساط بس هاي الخلايا الكونتراكتر سيل ما يصير بها كونتراكشن ولا يصير بها ريلاكسيشن إلا بإعاز من الأوتوريثميك سيل إذا نيجي إعاز من الأوتوريثميك سيل ما تشتغل الكونتراكتر سيل فالمسؤول عن عمل القلب هي الأوتوريثميك سيل اللي 5% من خلايا القلب زين هسه تنتبهون وياي
هذا شنو؟ مشروحه؟ هذا شنو؟ هذا فار قلب زين انتبهوا وياي انتبهوا وياي رايت اتريوم رايت اتريوم رايت فينتريكل ليفت اير ليفت فينتريكل ثاني تشوك اوف ذا هارت زين اكو خليه انتبهوا وياي اكو خليه بالرايت اتريوم هنا اسمها ساينو اتريال نود يختصروها يسموها اس اي نود اس اي نود من نوع الاوتوريثميك سيل اس اي من نوع الاوتوريثميك سيل المولده الرئيسيه الطبيعية القلب هي الاس اي نود الخلية المسؤولة عن تنظيم كهربائية القلب هي الاس اي نود تقطع قلب الانسان شقد بالتقريبا من 60 الى 100 المسؤول عن انتاج هذا العدد الاس اي نود الخلية الوطن الرئيسي لكهربائية القلب الاس اي نود أول خلية تتولد بها كهربائية القلب الاس اي نود واضح؟ واضح؟ زين بعد ما تولدت الكهربائية راح تنتقل خلال مسارات خاصة كهربائية إلى خلية ثانية أيضا موجودة بالرايت أتريوم اسمها أي في نود أتريو فينتركيولار نود أي في نود أي في نود أيضا موجودة وين؟ أكتوريا؟ فراس أتريوم الأي في نود شنو؟ الأي في نود وظيفة تأخر كهربائية 120 ملي سكند كهربائية القلب اللي تمشي من الأس أي نود واللي بتقول اس ام نوت وانتقلت مسارات خاصه للاي في نوت راح توقف بالاي في نوت توقف 120 ملي سكند يعني اذا بدنا نشبهها اشبه بالسيطره توقف الكهربائيه بالسيطره 120 ملي سكند وبعدين تكمل المسار زين واحد يسال يقول ليش يصير هذا ال 120 ملي سكند التاخير ليش delay for 120 ملي سكند؟ أحد يعرف؟ السبب كالتالي، السبب كالتالي احنا قلنا البلاك الدم الموجود بالرايت اتريوم وين ينزل؟ بالرايت فنتركل هذا الدم حتى نضمن انه كل الدم اللي بالرايت اتريوم نزل بالرايت فنتركل راح ننتظر 120 ملي سكند حتى كل الدم اللي بالرايت اتريوم نزل للرايت فنتركل حتى الدم من يسوي بامب اوف ذا بلاد يضخ الدم يضخ كل الدم الواصل اليه حتى تكون الفخذه الجسم يستفاد من الدم لازم يضخ اكبر كميه ممكنه من الدم فحتى نسيطر على اكبر كميه ممكنه توصل للرايت فنتركل يحتاج ننتظر 120 ملي سكند هسا عرفتوا السبب؟ المسؤول عن هاي 120 ملي سكند يا خلية الاي في نود الاي في نود اتريو فينتركيولار نود هسا نرجع انتبهوا وياي انتبهوا وياي هذا اساس الاي سي جي اللي ما يفهم هذا ما يفهم بعد اي سي جي انتبهوا وياي
عليه يسموه انتر فنتركيولار سيبتم. انتر يعني بين، فنتركيولار يعني بطينين، سيبتم يعني حاجز. فالحاجز ضمن البطينين. انتر فنتركيولار سيبتم. فهذا عليه قد ما انتقلت 22 ملي سكند هنا بالأديما راح تنتقل بالانتر فنتركيولار سيبتم. الخلية اللي هنا اللي موجودة يسموها منفقس. منفقس أول خلية تنتقل إلها الكهرباء بعد الأيديمو للمنفقس. منفقس بالانتر فنتركيولار سيبتم راح تنزل الكهربائية توصل لها، راح تتفرع الكهربائية قسم للليف فنتركل وقسم للرايت فنتركل. أنا أسألكم أكبر منو أضخم، منو أكبر الرايت فنتركل ولا الليف فنتركل؟ الرايت ولا الليف؟ الليف. فإذا الليف فنتركل أكبر، الليف فنتركل يحتاج خلق أكثر، بالتالي يحتاج كهربائية أكثر أو لا؟ يحتاج أم يحتاج؟ يحتاج. هسه لو تعرف إلى أنه راح يجي كيف وين؟ راح يجي كيف وين؟ للليف فنتركل كهرباء مقابل مصدر كهرباء واحد رايت. واضح؟ واضح؟ هذا الكيبل يسموه بندل برانش. فبالتالي عندنا أقل بندل برانش وعندنا ليف بندل برانش. هذا رايت بندل برانش وهذا ليف بندل برانش. وهذا أعيد كهربائية القلب تتولد بالأس أي نود. بالأس أي نود الأس أي نود الخلية الرئيسية الكهربائية القلب بمصادر الإي سي جي مصادر القلب تبدوها يسموها بيس ميكر. بيس ميكر يعني الخلية مسؤولة عن كهربائية القلب. بيس ميكر يعني خلية مسؤولة عن تنظيم كهربائية، عن تنظيم ضغطات القلب. تمام؟ زين. فالكهربائية تولدت بالاس اي نوت، من الاس اي نوت تنتقل للاي بي نوت. بالاي بي نوت راح يصير ديلي فور جيت 120 ملي سكند، وعرفنا السبب ليش حتى الدم كله ينزل للرايت فنتركل. بعدين تنتقل للبندل اوفيس. بندل اوفيس تنتقل للانتر فنتركيولار سيبتم، الحاجز بين الاذينين انتر فنتركيولار سيبتم. وبعدين تنتقل الى بندل برانش، ليف بندل برانش ورايت بندل. فيما لو صار الديزيز معين وسبب خلل بالاس اي نوت، عطلة الاس اي نوت او صار خلل بالاس اي نوت، وبعد ما تشتغل من اللي حيكون هو الخلية الرئيسية الكهربائية في القلب؟ الاي في نوت هي تتولد بها. الاي في نوت هي تصير البيس ميكر اوف ذا هارت. نورمالي الاس اي نوت هي البيس ميكر، لكن فيما لو صار خلل او عطل بالاس اي نوت، الاي في نوت هي تتولد قيادة. هي الاي في نوت تصير البيس ميكر اوف ذا هارت، لكن مو بنفس كفاءة الاس اي نوت.
sa inyo ang physical that are done in the paper. Min sinti ang ilagod ilang niya. Ang laas ay mo. Sila ay din yung kwalit min 40 ila 60. Ishtawal ang kal. Liyakmal ang insan. Ang mara sa liyawa. Lahat yung hud na hiskata at ilas ay mo. Jin, tinalo sa akol ilas ay mo. Disease mo ay yun sa kalad ilas ay mo. Bundle of this gift to go ahead niya. Reachir the smiter of the heart. Lakin, mag na hiskata at ilay fino. Atal ko ito. Minit lati ila agay. Nagkatil ko. Sa kalibigan of this. O atla. Kalibang durang suwi ko lang kaya. So at left or right ng durang. Lakin, mag na hiskata. Lakin, خريطة كهربائية القلب واضحة مهمة الخيارة عين واضح عين زين هذا مكتوب طبعا هذا الحكي اللي شرحته كله مكتوب 120 ملي سكن وتنتظر من الاس اي نود للاي بي نود بندل اوفيس وينتقل بندل برانش وراد شوف الليل هذا بندل برانش وهذا بندل برانش اثنين الرايت الى واحد بندل برانش وهذا موجود الشرح R interval.
يعني مساعدة من هقفة الفيورين إلى بداية الكيو آر إس كومبلكس. هاي المسافة العلماء اجوا بالتحديد هاي 120 ملي سكن اللي توقف بالريفينو. القلب موقف 120 ملي سكن على ورقة الاي سي جي يطلع بي ار انترفال. لذلك ال 120 في حال صار خلل وزادت صارت مثلا 160 راح تزداد تطلع بي ار انترفال. أو فيما لو قلت 120 لأي ديزيز فعلاً قلت ال 120 ملي سكند صارت 100 مثلاً أو 80 راح ندير على الانترفال الطبي. زين البي واي شو تمثل لي؟ تمثل لي اتريال كونتراكشن. اتريال كونتراكشن يعني كونتراكشن اوف اتريال الأذين، تقلص الأذين، الأذين مو يجي الدم، هذا أذين وهذا بطين، الأذين يتقلص يضخ الدم للبطين، هذا التقلص يمثل البي واي. هذا البي واي يعني اتريال كونتراكشن. كيو ار اس، كيو ار اس يمثل الفنتركيولار كونتراكشن. واضح؟ واضح؟ أعيد. البي واي البيوري تمثل لي اتريال كونتراكشن. كونتراكشن اوف اتريال. البي ار انترفال تمثل لي الديلي فور 120 ملي سكند. اللي يصير هون داخليا بالاي بي مو. الكيو ار اس كومبلكس يمثل لي كونتراكشن اوف فنتركل. فنتركيولار كونتراكشن. واضح؟ مو واضح؟ واضح. هسه نرجع للداتا. هاي البي واي هذه أكثر من خطأ تبدي منها نهاية البي واي مو بداية البي واي. بي ار انترفال كيو ار اس كومبلكس والتي واي وعندنا ما يسمى QT interval هذا بعدين يجي عفوا. هسه تفهموا B wave atrial contraction B R interval 120 ملي سكند Q R S complex ventricular contraction. واضح؟ مو واضح. واضح؟ شوفوا عيني ورقة الـ ECG تكونها مقسمة إلى مربعات، مقسمة إلى مربعات، مربع صغير ثم مربع ثاني. هذا المربع الصغير، هذا المربع الصغير ينطبع بالورقة خلال 0.04. ملي سكند. 0.04. اجي مربع ثاني هنا. ايش قد صار من الوقت؟ نعم. مربع ثالث. مربع رابع. مربع خامس قصر صار صفر بونت جد اثنين. هاي الخمس مربعات تمثل مربع كبير. خمس مربعات صغار تمثل مربع كبير. فلارج لارج سكوير ورقة الـ ECG خلال شكل ينطبع خلال 0.2. لارج هذا الصغير يسمى سمول سكوير، هذا المربع يسمى لارج سكوير. لارج سكوير يطلع خلال 0.2 ملي سكند.
المربع الزاوية السمول سكوير ينطبق خلال 0.1 فولت. فولتير إلى هذا المربع، هذا المربع يطبع خلال وقت وارتفاع المكتب الفولتية الوقت 0.2، الفولتية 1 للمربع الصغير هنا 5، جد يصير الفولتية جد المربع الكبير لارج سكوير وقت الـ ECG يطبع خلال 0.2 ملي سكن بفولتية 0.5 فولت. واضح؟ هذا مربع كبير ويمه لارج سكوير، ويمه لارج سكوير، منها لارج سكوير. هاي ورقة الـ ECG زين. احنا شنو فائدتنا ناخذ الملي سكند ما ادري شنو مربع صغير مربع كبير؟ انا اللي ذكر اي سي جي في العلاقه بالمربعات شو الكلام هذا؟ هي اصلا الويف مو تجي هنا، فاني اخذ القاعات والمسافه اعرف الويف ايش قد تستغرق على المربعات. مثلا اقول بي ار انترفال خلال سمول سكوير، خلال 3 سمول سكوير، فإذا زادت أكثر من 3 سمول سكوير يصير أبنورمال. مثلا أقول بي ويف تطلع خلال 2 سمول سكوير، إذا زادت أقول هذا أبنورمال. تمام؟ مثلا بي ار انترفال عنده مسافة، إذا صارت كبيرة تصير أبنورمال، فلازم أعرف المسافة. انجراع قبل الكوفة جمع عقب الكوفة لأن الحرم الثالث ولا زي اللي عرفت يرفع إيده. من عقب الكوفة اللي عرفت الثالث يرفع إيده؟ ما عندنا ولا طالب في الكوفة هنا؟ لا نجاح الثالث. ما أسألكم، ما أسألكم، بس أريد أشوف عدد كبير. شنو دي برا ليش؟ عدد استقطاب لا يعني شنو عدد استجيب يعني شنو عدد استقطاب؟ بعد شنو دي مرة زيشي؟ هي دكتور. تكريسي ب نيجاتيف سايد اسك. هاي دي مرة زيشي ولا ري مرة زيشي؟ زين اكشن بوتنشال شنو؟ Depolarization يعني contraction. شرحت لك فاست جدا؟ يعني
normally, the cardiac cell is charging and it's normally. القلب عنده ريلاكسيشن ما يبدا اي عمل ما يبدا اي شغل وشارته نيجاتيف هذا شنو؟ ريلاكسيشن هاي حالة الريلاكسيشن يسموها ريبولاريزيشن زين حتى نبسطها اكثر نقول يا ذا ريبولاريزيشن هاي الار ريبولاريزيشن يساوي ريلاكسيشن ريبولاريزيشن ايكوال ريلاكسيشن فمن اقول ريبولاريزيشن يعني القلب حاله كونتراكشن ولا ريلاكسيشن ريلاكسيشن يعني على وقت الاي سي جي يطبع لي شنو ايزو الكتف لاين ماكو ويفات خطا ماكو عمل بالقلب ماكو ويفات ماكو كونتراكشن ايزو الكتف لاين خطا اللي بدا في السمعون ولا ايه نعم ايه لا بس زين لا بدا تشتغل بدا يصير كونتراكشن ايش حيسوي؟ كتا البوزيتيف تشارج اللي خارج خلية الخلية راح تدخل الخلية فبالتالي النيجاتيف راح يصير بوزيتيف النيجاتيف تصير بوزيتيف اذا خلايا القلب انسايد داخل خلايا القلب بوزيتيف تشارج يعني ديبولاريزيشن يعني كونتراكشن تربط على صدر المريض يعني سير دايركت كونتاكت سكين اوف بيشنت زين الان عندنا لو نحسب الكابلات اللي تطلع من الجهاز نلقيها 10 كابلات 6 يربطن على صدر المريض و4 بالاطراف 2 رجل و2 10 النمبر رايت ليج الكيبل اللي يربط بالرجل اليمنى هذا اوف يعني تربطه ما تربطه نفسي تمام؟ ايش قد طبعا عندنا شغلات؟ 9 غير 9 يسموها الكترول الواحد من 9
يسموه الكترود. الكترود فشو الكترود؟ شو الكترود؟ 9 الكترود، 1 من الأرض اللي هو وين نضع؟ بالرأي 2 زين. بالمقابل ذن 9 الكترود شو ينطن؟ ينطن 12 ليه؟ زين واحد يسأل يقول شنو الفرق بين الكترود وليه؟ أحد يعرف؟ شنو الفرق بين الإلكترود والليد؟ الإلكترود هي هاي قطعة الحديد اللي تكون تحت كونتاكت وذ سكين اوبريشن. هاي القطعة اللي نهاية الكيبل المرتبطة بجهاز الإي سي جي، هاي قطعة الحديد يسموها الإلكترود. هاي القطعة تطبع لي على ورقة الإي سي جي ليد. حتى نوضحها أكثر، هو أساس عمل الـ ECG، أساس عمل التخطيط. شلون يأخذ أساس عمل؟ أساس عمله عمل الكاميرات، قطع حديدية توضع على صدر المريض وعلى أطراف المريض، تأخذ صورة للقلب، العمل القلب، وهذه الصورة تطبعها على شكل ويفات، فهي أساس عملها كاميرا. فعندنا 9 كاميرات يصورن، لأن 9 كاميرات يصورن ينطق 12 صورة على ورقة الإيسي. 9 كاميرات ينطن 12 صورة على ورقة الإيسي. زين شلون 9 ينطن 12؟ كالتالي. لأن اللي 6 يوضع على صدر المريض نسميه chest lead. chest electrode 6 ينطن 6 صور chest lead. على ورقة الإيسي كل إلكترود ينطيه لي، كل مصور ينطيه كاميرا، ينطيه صورة واحدة. فإذن كم صورة صار عندي؟ 6. أنا إيش عندي؟ عندي 9 إلكترود وعندي 12 لي، 6 لأن تشيست ينطن 6 ليه؟ شلون تسميتهم؟ تسميتهم كالتالي V1 V2 V3 V4 V5 V6 لابن شنو؟ لابن chest electrode chest lead. واضح؟ ست الكترودات ينطن ست ليدات. انتبهوا وياي، هذا الموضوع مهم. اخر موضوع اساسيات القلب، اساسيات الاي سي. انتبهوا وياي. V1 زائد V2 look to the heart from right side. تنظر للقلب من جهة اليمين. V1 زائد V2 V1 V2 تنظر لنا right side of the heart. لذلك أي مشكلة بال V1 و V2 يعني مشكلة وين بالقلب؟ The right side. مشكلة بال V1 و V2 يعني هاي مشكلة The right side. ليش؟ لأن V1 و V2 وين تنظر؟ The right side. زين V3 or V4 located look to the heart from the interventricular septum. هذا الحاجز اللي بين القطينين اللي صارت فيه كهربائية بعد الالبينات. هذا الحاجز نخلي له V3 و V4 دول المصورين يصورون الانترفنتركيولار سيبتم V3 و V4. زين ليش نخلي اثنين الكترودات يصورن هذا السيبتم؟ زين الكهربائيه تنقل بتصير بالسيبتم. فهذا مكان مهم بالقلب، مكان حساس بالقلب، نخلينا مصور له. واضح؟ V5
V6. Look to the heart from the lateral side. Look to the left side of the heart. Lateral side of the heart. لذلك المشكلة اللي تصير في V5 و V6 يعني وين المشكلة بالقلب؟ بالليفت سايد. بالليفت سايد. هسا أعيد. V1 و V2 المن تنظر؟ The right side. V3 و V4 enter the intracular septum. V5 و V6 للاترال سايد. كان واضح. ذن شو رح نسوي؟ هسا احنا بالتشيست ستة الكترود بتعطي ستة نيم على ورقة الاي سي تي. V1 و V2 the right side. V3 و 4 enter the intracular septum. V5 و 6 للليفت سايد. احنا شو قلنا شو نريد عندنا؟ نعم جابني شكل؟ ستة شكل قطع عزنا؟ ستة ستة شكل الكترول قطع عزنا؟ نعم فعندنا ثلاث مصورين دول الثلاثة يكون شكل صورة؟ ستة يعني كل مصور يكون شكل صورتين دول الثلاثة المصورين نسميه باي بولر الكترول يعني ثنائي القطب ليش نسميه ثنائي القطب؟ لأن نسمع صوت يعني باي بولا إلكترود زين الستة كمان كالتالي الستة كمان كالتالي AVL AVR و AVL و AVF تجو كتعالم عراقي قالت ليش بدي اكون نفسكم قربون V1 اوكي تو ذا رايت سايد V5 تو ذا ليفت سايد V3 انتر ذا انتر كيو سيكتور قالت ليش هاي الدوحة العادية قالت نفس الطريقة سهلة للحفظ هنا رياضة شو الطريقة؟ قالت الطريقة هذه R ترمز ذا رايت فأي في R اوكي تكتب له تنظر دوحة من جهة right side R ترمز لمن؟ ليه؟ فينظر للقلب من هذه الجهة ليه؟ F ترمز interior تنظر للقلب من جهة interior لن تراك واضحة واضح؟ مو واضح واضح؟ خليها كمان وعيد ستة وثلاثة تسعة شكل بقى عدنا من 12 ثلاث صور بقى عدنا الليد الأول والثاني والثالث ظن الثاني والثالث تنظر انتيريور الأول ينظر ليه اسس على الصف هو اسس عشان نسوي ارينجمنت الليدات اللي تنظر للرايت سايد هن V1 و V2 و AVR R رايت لما لما ينظر رايت سايد اللي تنظر للليفت سايد V5 و V6 والليدين الأول الأي بي أب أب ليف فأربع ليدان V5 V6 و أي بي أب والليد الأول الليدات اللي تنظر inferior يعني واقفة جوا الصورة القلب هاي الليدات الليد الثاني والثالث و أي بي F inferior F بقى عندنا V3 و V4 لما تنظر انتر ذا تركيرا سكتر اعيد
لا راح نقرا الاي سي جي على ذهنه. فلازم احفظها، لازم احفظها. ايوه. اللي ذات اللي تنقل الرايت شنو هي؟ احكوا وياي. في 1 وفي 2 اي في ار. اللي تنقل من ليفت في 5 في 6 اي في ار وليد اول. اللي تنقل انفيريور لا اللي تنظر انفيريور ليد الثاني والثالث واي في اف. اللي تنظر انتر بالكريكولر سيستم في 3 في 4 واحد. اللي دات واضحه نقرا الاي سي جي على اللي دات. لازم نحفظ حفظ اللي دات. اذا مو واضح اعيدها. واضح واضح. زين في سؤال اخير حتى ما تدرس. مرات نجي نشوف ويف مثلا التي ويف نشوفها هاكوة ونجي مثلا الى الكيو ار اس كومبلكس نجي الار هيج. من اللي يتحكم بحجم الويف؟ هذا الارتفاع وهذا الارتفاع. من اللي يتحكم حجم اللي responsible for the height of the wave هو two things. أولا bulk of muscle حجم المصل. مثلا الأتريال مصل هو نفس الفنتريال مصل. أكيد الفنتريال شنو؟ أكبر. فالفنتريال إذا صار في contraction يكون wave أكبر أو أصغر؟ أكبر. ويا ولا مو ويا؟ شوفوا عنا هذا الفنتريكل، هذا الفنتريكل هيج مصر كده بينما الأتريال هيج. فهذا المصر بالنسبة للكونتراكشن راح يكون وقت عالي، بينما هذا المصر بالنسبة للكونتراكشن راح يكون وقت شنو؟ صغير. هذا الشيء أول. الثاني اللي يتحكم بارتفاع الويف هو اتجاه كهربائية القلب باتجاه الليد. مثلا انا عندي هنا الليد انفيريور، هذا الليد الثاني والثالث واي في شنو؟ اف. احنا قلنا كهربائية القلب اس اي نوت اي في نوت وانتر فنتريكولار سيركم. فهاي الكهربائية متجهة مباشرة للاي في اف مباشرة إلها. فهنا الويف راح تطلع هيج. ليش؟ لأن كهربائية القلب متجهة إلها مباشرة. بينما اللاترال اللي هي مثلا في 5 أو في 6 كهربائية القلب مو باتجاهها مباشرة. فهنا الويف راح تطلع هذا. بينما اذا تنظر للرايت اللي هي في 1 وفي 2 وان في شنو؟ هذه الكهربائيه مبتعده عنها. هذا هنا الكهربائيه رايحه. فالكهربائيه اذا مبتعده راح يسجل داون وورد، راح يسجل انخفاض في الويف. إذا الويف باتجاه الإلكترود راح نسجله أبرز. إذا الكهربائية باتجاه معاكس للإلكترود شو راح يسجل لي؟ داون رايز. واللي يتحكم بارتفاع الويف هي اثنين أشياء: بلت أوف مصر ودايركشن أوف إلكتريسيتي. تمام؟ واضح؟ واضح؟ واضح أو مو واضح؟ واضح؟ لا ناخذ ريست ربع ساعة.